شايفين الكرة الأرضية هاي يا إخوان؟ اللي درسناها في المدارس وموجودة في جوجل ماب. حاب أحكي لكم إنه هاي غلط. ليش؟ شايفين هالكرة؟ إذا بتسطحها هسا تفقعها زي هيك. المشكلة كلها بتبدأ من هون، من هاي الدولة اسمها الجرينلاند. لما تشوفها على جوجل مابس بتشوفها ضخمة جدا، ولكن حقيقة الجزائر أكبر منها. والمشكلة الثانية كندا. فإما تشدها هيك بسموها ديستورشن، عرفتوا؟ أو من فوق، فهم رفعوها من فوق، فعشان هيك كندا مبينة أكبر من الحقيقة، وجرينلاند مبينة أكبر، ومصغرين أفريقيا لأنه الحجم الأكبر بيعبر عن الأهمية. ضحكوا علينا كل هاي السنين والقوة. حياتنا كانت خدعة. أنا مش راضي بهذا الحكي. لازم يا ترفعها من فوق أو من تحت، أنت بتختار. فإحنا المتعلمينه في المدارس يا إخوان شغلة اسمها إسقاط. إسقاط ميركاتور. هذا الإسقاط يعني هي إسقاط، كيف إسقاط للكرة الأرضية، فهمت وين بدها تروح، كيف بدها تروح من قارة لقارة. فكان لازم يعملوا خريطة. ومع الوقت إن اللي اكتشفنا إنه الحجم معناه القوة، وكندا وأمريكا لما تبين إنها كبيرة وأفريقيا تبين أصغر معناته هم أكبر. الصغار هم بالمدرسة لما يتعلموا الخرائط يتعلموا إنه أفريقيا صغيرة، دائما بتصغر حجمهم، بتقلل من قيمتهم وبتكبر منهم. وفي إسقاط هو الأكثر واقعية واللي طلع قبل 50 سنة تقريبا، واسمه جول بيتر بروجكشن، إسقاط بيتر. شوفوا هاي، شايفين الخريطة هاي؟ هاي هي الخريطة الحقيقية. أفريقيا زي هيك حجمها. هم يطلعوا لنا إنه الجرينلاند أكبر من كثير دول بأفريقيا. وكيف تعرف إنه الخريطة هاي صح ولا لا؟ عن طريق الحجم. بدك تعرف الحجم. فهيك في ويب سايت راح تشوفوه يا إخوان. هذا الويب سايت راح يفرجيك، تحط كل دولة وتقارنها بالدولة الثانية. خلنا نعمل لكم مقارنة. حجم روسيا مع أفريقيا، حجم كندا مقابل البرازيل، حجمهم جدا متقارب. حجم كندا عند أفريقيا، حجم الجزائر عند جرينلاند، حجم السعودية عند الجرينلاند. لأنه هم رفعوا من فوق، يعني صار في تحريف زي الديستورشن، رفعوا من فوق الدول ونزلوا لتحت. الناس صارت تستوعب إن الموضوع خطير جدا لما يتدرس للأطفال. بدي أسألك عن كندا. كندا إيش رأيك فيها لما تسمع كندا؟ كبيرة كندا وضخمة. ضخمة هيك، وبتدل على إيش يعني؟ الحجم بدل على إيش أنت برأيك؟ الضخامة والتطور والقوة. أيوة صح؟ وروسيا؟ وروسيا أكبر كمان. كبيرة بتحسها هي ضخمة صح؟ كبيرة معناتها قوية. قوية. مثلا الجزائر شو رأيك فيها؟ صغيرة ولا كبيرة؟ لا صغيرة. وأفريقيا؟ صغيرة. والبرازيل؟ صغيرة. صحيفة نيويورك تايمز كتبت مقالة بالأربعينات إنه هاي غلطة لازم ما تنتسب. هاي الفكرة حتى صارت الآن، هي خريطة خطيرة إنها تدرس حاليا في المدارس. مثلا في مدرسة في بوسطن حاليا صاروا يغيروا فكرة الإسقاط هذا، وصاروا يحطوا الإسقاط الأكثر واقعية قبل 50 سنة. وهنا شنو جاي؟ هسه حاليا الشغلات انعرفت، يعني صار في ستلايت، صار تقدر تعرف وتشوف الكرة الأرضية كيف حقيقتها. فهاي كل الإسقاطات، شايفين؟ هاي كل الإسقاطات اللي انعملت كلها مقاربة لبعض، ولكن حقيقة هو عن طريق الحجم لازم تعرف. بس مهما مسكت الكرة الأرضية وسطحتها ما بتتسطح، يعني ما بتقدر تجيب السايز 100% بالرسم. هو خطر ببالي سؤال، يعني صحيح ليش أستاذ الجغرافيا ما علمنا هذا الحكي من أول؟ ليش ما حكى لنا هاي الخريطة ممكن تكون غلط؟ إحنا علمونا، إحنا الدول العربية علمونا بطريقة إسقاط ميركاتور نفسه اللي بنعرفه، وجوجل ماب نفس الإشي ما غيروه. Mercator map is distorted. It makes Africa grossly too small. هلا أنا من جماعة إن الأرض مسطحة. طلعوا. شو رأيك كندا كحجم مثلاً؟ كبيرة، معروفة كندا كبيرة. لما تطلع الخريطة تبين كندا كبيرة، تبين روسيا كبيرة. لما تشوفها بتنبهر؟ طبعاً. طيب بتحكي عن كندا،
حجم حتى صح؟ حتى كندا اسمها لحالها بتحكي كندا، انت بتحكي مكان كبير. طب تعرف انه هاي الخريطة غلط؟ بينوا حالهم اكبر. والله الجزائر اكبر من جرينلاند وتقريبا البرازيل والبرازيل تقريبا بحجم كندا. ما في شيء كبيرة. افريقيا كثير كبيرة بس صغروها. Disappointed? طيب شكرا. For every public school in America to teach geography using the Peters projection map instead of the traditional Mercator. هون افريقيا قديش مبينة كبيرة. اوكي انا ما كنت عارف انه الكرة الارضية من جوا فيه إلها ريحة. ولما سألكم على الانستغرام